السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا جماعة، اخباركم ايه؟ واهلا بكم في فيديو جديد معاكم علاء من قناة جيم اون. النهاردة انا جاي بفيديو ان احنا هنعمل تريلر رياكشن على اللعبة او الجزء الجديد المنتظر من اسيزنس كريد شادوز، اللي كان طبعا لما قالوا على المشروع كان اسمه اسيزنس كريد ريد. ده المفروض ان هو كان هيبقى في اليابان، الجزء هيبقى في اليابان، هو فعلا اتأكد الكلام، بس الجزء ده طبعا ما بقاش اسمه ريد، بقى اسمه شادوز. انا المفروض كنت عايز انزل بالتريلر رياكشن بتاعي زي ما عودتكم، طبعا ان انا دايما بعمل لما يكون في حدث كده قوي او في لعبة قوية نازلة لازم اعمل عليها تريلر رياكشن. فهنشوف رد فعلي ايه، و يعني انا برضو متخوف، يعني ان هي الى حد ما يعني مجرد احساس، حاسس ان اساسن سكريد وجوست اوف تسوشيما هيبقوا وجهين لعمله واحده، يعني عارف فاهمين ازاي اللي هو وجهين لعمله واحده، مش عارف، فانا هشوف وهنقرر. فالمفروض زي ما بقول لكم ان انا كنت عايز انزل بالفيديو ده من وقت لما نزل، بس لسبب ظروف ما فقلت استنى يوم الجمعه واعمله. فخلينا نبدا، بس نسيت قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتابعوني على صفحاتي في السوشيال ميديا، كل اللينكات هتلاقوها في صندوق الوصف تحت. واهم حاجه يا جماعه الخير، ما تنسوش ان الالعاب ممكن تلهيكم، فما تخلوش الالعاب تلهيكم عن الصلاه وذكر الله والصلاه على رسول الله، وتدعوا لاخواتنا اهم شيء يا جماعه، وربنا يثبتهم وربنا يرحمهم، واهم شيء المقاطعه للمنتجات اللي بتدعم اللي ما يتسموش، ونقول يلا بينا. يوبيسوفت اوريجينال. الله، الله، ساموراي، الله الله، يلعب يلعب. هي الرسوم حلوة يعني لحد دلوقتي، يعني ماشي، بس هو الإعلام بيبقى حاجة. إيه ده؟ كان بالأخبار كانت يعني كانت حقيقية، كان بيقول فيه ساموراي أسمر هيبقى موجود. ايه ده، الله، حلو قوي الدخله دي. اوه هو واو، مرعب مرعب قوي. نتحدوا مع بعض بقى. ده المفروض ده. الله، هي الرسوم جامدة قوي، يعني جامدة جامدة يعني. يلعب ستيلث بقى، شغل الستيلث. ده اللي كان بيجري منهم في اول اعلان. أسلحة متنوعة يعني، مش يعني ده هيفي
سلاح تقيل ده سلاح تقيل. وراك اهو، مش انا بقول برضو. Assassin's Creed Shadows نوفمبر، ده 15 نوفمبر، 15 نوفمبر السنة دي. حلو، حلو أوي. طيب لا حلو، لا حلو، حلو يعني، حلو جميل. الرسومات مبهرة، شغل فاخر على الآخر يعني، تمام. بس هل ده المنتج النهائي يا يوبي سوفت؟ أكيد لا طبعا، احنا انتوا عارفين، عارفين وعارفين رأيي في يوبي سوفت يعني، انتوا عارفين أكيد يعني. فيوبي سوفت الرسومات وال يعني، يعني البضاعة وبيحللها يعني، لازم اليوبي سوفت كده تحلل البضاعة بتاعتها وتخليها كده جميلة وبتاع، وتيجي تشتري المنتج تلاقي حاجة تانية خالص. فما فيش يعني أي نوع من أنواع الجيم بلاي، نقلع السماعة بقى، مفيش أي نوع من أنواع الجيم بلاي اللي شفناه يعني، هو كلها سينيماتيك، إعلان سينمائي بحت يعني، بس حلو جدا بصراحة، مبهر. بس يعني مش عارف، لا ولا مش عارف ليه يعني، هو ده يعني، هي المعروف عن يوبي سوفت يعني، هي في الاول كده وبعد كده اما نشوف، نشوف بقى هيظهر لسه في جيم بلاي. بس المهم ان احنا عرفنا اول حاجه ان اساسنس كريد اسمها ما بقاش اسمها اساسنس كريد ريد، بقى اسمها اساسنس كريد شادوز، ده الجزء الجديد في اليابان. ونظام بقى الساموراي والتشاينوبي والحاجات بقى والنينجا بقى والحاجات الحلوه دي، فدي بصراحه تبقى جامده جدا. بس كان نفسي اشوف الجيم بلاي، لان لو الجيم بلاي كان موجود كنت نقدر نعرف هل بقى هتبقى قريبه او زي جوست اوف سيشيما ولا لا، لان جوست اوف سيشيما بصراحه لا غبار عليها ولا كلمه عنها، لعبه جامده جدا. فهل يوبي سوفت هتبقى تعمل زيها يعني، هتنحت زيها ولا هتتفوق عليها من ناحية الرسوم، من ناحية اسلوب اللعب، افكار يعني، ايه بقى الوضع، ايه مش عارفين. بس زي ما قلت يعني، كرسوم والاعلان مبهر بصراحة، حاجة جامدة قوي يعني، فيلم. ف يعني ده كان انطباعي عنها. لو هتسألوني عن رأيي، لا متحمس طبعا لان انا بحب الجو ده، الجو الساموراي والنينجا والتشاينوبي والحاجات الحلوة دي، بحب الالعاب دي. فاتمنى يعني، اتمنى تطلع حاجه جامده جدا. فهنشوف الفتره اللي جايه يعني، ان شاء الله نشوف كده اعلانات تانية ويكون بقى عرضوا الجيم بلاي، وساعتها برضه هعمل تريلر رياكشن تاني، سواء بقى لو في اعلان تاني او جيم بلاي في العموم. فربنا سهل، احنا مع بعضينا ان شاء الله. وانا متاخر عنكم يعني في الفيديوهات، معلش كتفي مش مساعدني لاني وقعت عليه، فعندي اصابه كده، فمش يعني الوضع مش عارف اركز شويه في الفيديوهات بصراحه، لان كل ما اعمل اي حركه او حاجه فكتفي بيلمني جامد يعني. فالحمد لله. المهم يا جماعه يعني، ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ولو بتشوفني لاول مره ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وتابعني على صفحاتي في السوشيال ميديا، كل اللينكات اي منصه انت يعني شغال عليها، تيك توك او الفيسبوك او الانستجرام، هتلاقيني موجود هناك، وبحط طبعا اخبار يعني وفيديوهات كده لطيفه. فان شاء الله يعني هنحاول، بس كتفي كده يعني يخف شويه، وهرجع تاني بقوه باذن الله زي ما عودتكم. فكان معاكم علاء من قناه جيم اون، شكرا ليكم يا جماعه على المشاهده، سلام عليكم.